أنا ماجد العنسي صاحب بيت العسل اليمني في الأردن. إلنا شركة الأم في اليمن، إلنا عدة فروع في السعودية وفي الأردن. بدأنا هون في الأردن من بداية 2010. إلنا عدة فروع في سيفوية، في المختار، صويفيا مول، كارفور، ومنتجاتنا متوفرة كاملة في رفوف كارفور. بعد الإقبال الشديد من الناس على العسل وقناعتهم بالعسل اليمني، فالآن فتحنا لنا عدة أفرع. لنا فرع بالعقبة، لنا ثلاثة فروع بعمان.